على قول ابو عايض في حاجة تقرقر من امس وتقرقع سم. امس ابو محمد ذكر لنا نفته في منتهى الروعه في تكريم في احد مدير التعليم ونحن قبل امس كنا في الحلقه وفوت تكريم اخوي وصديقي الاستاذ راجح بن بين البقمي كان متقاعد قبل يومين ما حضرت التكريم فانا اهنيه بالتقاعد من هذا المجلس واقفز بالذاكره الى قبل تقريبا 7 أشهر وعمل لي حفل تقاعد انا ترى تقاعد مبكر يا ابو عمر انت اي تقاعد مبكر بمعنى اني توني يعني لا تخاف فطول ماني بخايف يا شيخ خايف ترى القاعد مبكر يعني وزاره التعليم شعرت انك تعديت المفرق فقالوا لازم تقاعد نعم صح؟ فطلب من الاخوان كلمه فعندما جيت على المنبر قلت خلوا الحديث لمن يريد سماع يا سلام حان الوداع ولا أطيق وداع الله أبديت للصحب الكرام تجلدا وطويت عنهم في الحشاء أوجاع وأذعت أني في التقاعد راغب وكتمت عنهم في الخفاء نزاع لا يغرينك عبرة محبوسة تخفي البشاشة خاطرا ملتاعة لي ذكريات لو نطقت كثيرة سكنت فمدت للرحيل شراع ولئن رحلت ففي الفؤاد مشاعر أبدا تظل إلى الكرام جياع أوردتها بحر القصيد ظوامئا فصدرنا من ماء العيون شباع ذكرى لأصحاب الوفاء ألبستها شعرا إذا نبض الفؤاد أطاع 50 من عمري تكامل عقدها مرت على طيف الخيال صراع قد كنت فيها في المدارس طالبا طفلا يجر على الطروس يراع ألف وباء ثم تاء فتحة لغة تصوغ بسحرها إبداع يا ليتني لما أنخت ركائبي أثقلت رحلي بالعلوم متاعا من بعدها صار الصغير معلما لسنا يهز بقوله الأسماع ويصوغ من تلك الحروف معارفا نورا يضيء على العقول شعاعا كبرى المفاخر أن تكون معلما وأبا لنيل المكرمات مطاعا هذه المنازل والمفاخر كلها كانت لكل المشرفين رباع أنا طالب معلم مشرف ما شاء الله تلك المفاخر والمنازل كلها كانت لكل المشرفين رباع يا مكتب التعليم أنت المنتهى وإليك فرسان العلوم تداعى مستمتعا بالعلم جئتك مشرفا حتى يكون لغيرنا إمتاعا فالعلم أجمل ما يكون سجية والجهل أقبح ما يكون قناعة. هذه الخمسون مر حديثها قسمت فكنا مع الصبا أرباعا يا أيها الصحب الكرام تحية مدت إليكم بالسلام ذراعها قد وجدنا في الطريق نهاية فإلى اللقاء ولن أقول وداعا الله ما شاء الله فهذه حتى أقلب السي في أني شاعر نبطي أو كذا وكذا وفصيع أكثر لكن أنا كانت المشاركة في السيرة لكن سأتمم حديث حبيبنا الشيخ صالح في الشعر الشعبي هو قال شطر قفزت بها صراحة شطر عن قضية والكلمة الطيبة بالعقل برمجها كذا فذكرت كلمة أو بيت شعر لابن زويبن الحربي رحمة الله عليه وهو في ظل دراسة منهج الشعراء في التعامل مع زلة الرفيق زلت الرفيق جميل الصديق مرة رصدتها في الشعر الفصيح والنبط حلو فخرجت صراحة بدرر يعني زكي مبارك في كتاب موازنة الشعراء أثنى على قصيدة الشريف الرضي في قضية كيف أحمل زلة خويه فيقول الصديق أصلاً مثل العضو الذي جرح لا بد أن تحمله أو العين الذي لج فيها القذى لا بد أن تصبر عليها فقال قصيدة في منتهى الروعة قبل أن نأتي إلى أبيات بن زويب الحربي يقول وكم صاحب كالرمح زاغت كعوبه أبى بعد طول الغمز أن يتقوم تقبلت منه ظاهرا متجهما وأدمج دوني باطنا متجهما ولو أنني كشفته عن ضميره أقمت على ما بيننا اليوم مأتما فلا فاغرا بالسوء إن ساءني يدا ولا فاغرا بالذم إن رابني فما كعضو رمت فيه الليالي بقادح ومن حمل العضو الأليم تألم إذا أمر الطب اللبيب بقطعه أقول عسى ظنا به ولعلما حملت كحمل العين لج بها القذى فلا تنجلي يوما ولا تبلغ عما أراك وإن كنت أراك على قلبي وإن كنت عاصيا أجل من القلب المطيع وأعظم فهذا الشريف الرضي يقول هو أخوك لازم تشيله وعين أما بن زويبن يعني يقول بعطيه 3 فرص
الأولى الثانية الثالثة يا ويل يا ساتر. يعني في المرة يقول سمعت لي كلمة مدري وش أقصاها حزت بصدري وأنا ماني بهارجها لو كل كلمة لي جتنا تبعناها بعنا الثمينة بسعر ما يخارجها ومن يم هذا لهذا ما نقلناها والناس واجد تلقى من يروجها يقول إن جاتنا الطيبة بالطيب زدناها الطيبة بالعسل والسمن نمزجها وإن جاتنا الثانية نصبر ونرفاها يمكن لي أفاق راعيها يعالجها كقول محمد الأزدي ولد فابن العم يمشي على شفا وإن بلغتني من أذاه الجنادع ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع قال وإن عادها عودة ما عاد ينساها من حربة في صميم الصدر نولجها مسمومة يبلش الدكتور بدواها ما ينفع الخبر لأن إنه يلامجها وأما لا في الغيداني يقول لا خله على جو يقول يمكثرين الهرج لاسمع ولا جيب ترى على الردى ماني شفوق العجول بالعقل والصبل أدب النفس تأديب ولا لها مدة تصول وتجولي خلج ترازم في سياج المحاديب ما فيهن اللي بالعقال يقول إن جات من طيب شقاها على الطيب لو أنها أعوج مرقبة الذلولي وإن جات من مسكين الله منطق وساليب حطيتها بين الثرى والنعولي لا حركت شعره ولا طلعت شيب ولا ضيقت صدري ولا طق جولي وعلى هذا طبعا القصائد أكثر في قضية التعامل مع زلة الرفيق لكن المنهج الرباني فمن عفا وأصلح فأجره الله ادفع بالتي هي أحسن نرجع مشاركة السيرة إلى الله يرفع قدرك جزاك خير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أبو عبد الله